عبد الله على السلامة يا حبيبي. مالك يا حبيبي؟ أسمع وتعدي يا ابني، أسمع وتعدي يا حبيبي. كلها شهرين ثلاثة إن شاء الله نسافر ونعمل لك العملية وترجع أحسن من الأول. إن شاء الله. ليه ما رضيتش نتقابل بره؟ عشان ما حدش يشوفنا مع بعض. ومن إمتى الخوف ده؟ من ساعة ما عرفت إني حامل؟ فرح، مبدئيا انا ما اعرفش دكتور يعمل لك عمليه الاجراءات، وما انتيش محتاجاني معاكي في حاجه زي كده. انا ما طلبتش منك حاجه، وانا مش محتاجاك في حاجه اصلا، ما كنتش هكلمك من الاول. انا بس مش عارفه اعمل ايه وانا لوحدي. انت بتحاول تقنع نفسك انه ممكن يكون مش ابنك؟ انا ما قلتش كده، ما تحاوليش تقوليني كلام انا ما قلتوش. شوفي، طالما وافقتي على عمليه الاجراءات بتشاركيني فيها ليه؟ شوفي الدكتور هياخد كام وانا جاهز. وانت فاكر ان كل حاجه ممكن تتحل بالفلوس؟ انا مش محتاجه منك حاجه، بس في حاجات كتير قوي اهم من الفلوس متهيألي انت ما تعرفش عنها حاجه. افرض حصل لي حاجه وانا بعمل العمليه، مين هيكون مسؤول عني؟ ولا ده مش فارق معاك؟ ما فكرتش فيه خالص. متأكدة من كلام الدكتورة دي؟ يعني فعلاً لو عملت العملية دي هيبقى في خطر على حياتك؟ روح اسألها. لو مش مصدقني. أنا مش بكدبك يا فرح، أنا عايز أتأكد. مش يمكن الدكتورة دي بتبالغ أو بتهرب من المسؤولية؟ هو أنت تتعامل ليه مع الموضوع إنه عادي؟ الموضوع ممنوع إنه يتعمل أصلاً، وعرضت عليها فلوس وهي رفضت، وأنا مش عارفة أعمل إيه. طيب نحسبها للعقل. ممكن نشوف دكتورة تانية؟ شوف أنت بقى. أنا كلمتك عشان مش عارفة أعمل إيه لوحدي.